عليكم. هذه هي عندنا فيرنية ذات ساعة. هذه الفيرنية بيها هنا بالمليم، وهذه أجزاء المليم اللي هي أعشار المليم. بالنسبة للمليمات الموجودة عندنا هنا، هذا من الصفر خلينا نقول 10 مليم، 20، 30 إلى أن هذه مثل المسطرة مثل الفيرنية العادية. هذه التدريجات الموجودة عندنا قلنا هي أعشار المليم. فأني من أبدي أطبق، باعوا هسه طبقت، هذا المفروض يعني أنا أقدر أحركه هسه هيجي، هذا أصفره، مين أصفره؟ أصفره من هالصفحة، هذه العتلة أصفر بيها أعشار المليم. زين، أني أريد هسه مثلا أريد 3 مليم، أبدي أحرك بهالشكل هذا، أفتح من هنا وأبدي أحرك مثلا 3 مليم، أحسب 1، 2، 3 مليم. مفروض الصفر هنا ينطبق عندي، لأن أنا أريد 3 مليم قفل. معوي شو يصير؟ هاي 3 مليم، هاي هسه 3 مليم، هسه 3 مليم عندي. أريد مثلا 3 مليم و6 أعشار، باعوا هاي 3 مليم، لازم هاي هنا وين توقف؟ على 6 أعشار هنا. هاي 5، هذه 6 أعشار هنا. ثلاثة مليم، هسه هذه 3 مليم، 1، 2، 3، و6 أعشار. فإذا قلنا هذه أعشار المليم، أما هذه التدريجات هي كلها بالمليم. أريد مثلا أني أريد 7 أعشار، لازم أطبقها. هاي الصفر عندي هسه، هاي أني مصفرة من الجهتين، 7 أعشار يعني بس أعشار المليم آخذه. شلون آخذ 7 أعشار؟ مثلا هاي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 أعشار، هنا توصل 7 أعشار من المليم، يعني هاي هي 7 أعشار. فإذا هسه أنا عندي هاي الفتحة بين الفك المتحرك والفك الثابت هي 7 أعشار. وهكذا قلنا هاي المسطرة بالمليم وهاي هذه بالأعشار. مين أريد أثبت؟ طبعا هنا أقفل، هذه من أخذ 7 أعشار أقفل من هنا أحدد المسافة. أما من هنا أقدر أفتحها وأحول بهذا الشكل. وشكراً.